متابعي مصراوي اهلا بحضراتكم، معاكم احمد السعداوي في لايف جديد من صالة التحرير موقع مصراوي. ارتفاعات في الاسعار مفاجئه مع بدايه عام 2024، من تذاكر المترو لشرائح استهلاك الكهرباء لمكالمات الموبايل حتى الانترنت، انترنت الارضي وانترنت الموبايل. ارتفاعات في الاسعار كانت مفاجئه وغير متوقعه من جانب كثير من المواطنين، لكنها كانت متوقعه من جانب اهل الاقتصاد اللي قالوا انها مستمره وسبب استمرارها هو ارتفاع واستمرار ارتفاع معدلات التضخم واستمرار الخلل في منظومه اسعار الصرف. السنه داخله برجليها الشمال، سنه 2024 سنه ساخنه زي ما قالت الاعلاميه لميس الحديدي. مش بس كده، دي خطبه الحكومه وقالت يا حكومه بالراحه علينا شويه، بلاش الدخله العنيفه ديت مع بدايه السنه الجديده. الناس بتسال ايه اسباب الارتفاعات دي كلها وليه حصلت وايه اللي ادى الى كل هذه الارتفاعات، خصوصا ان احنا لسه بادئين سنه جديده وكانت المفاجاه ان الاسعار ارتفعت ورا بعضها ومره واحده. احنا هنعرض على حضراتكم في هذا اللايف اسعار شرائح استهلاك الكهرباء، وهنعرض على حضراتكم اسعار كروت الشحن الخاصه بالموبايلات واسعار الباقات واسعار الانترنت سواء الارضي او الموبايل. ومش بس كده، هنعرض على حضراتكم كل ما يخص هذه الشرائح بالنسبه للكهرباء سواء السعر الجديد او السعر القديم. ومش بس كده، هنعرض على حضراتكم ايضا اسعار تذاكر المترو اللي زادت وهنقارنها بالاسعار القديمه وزادت قد ايه. بداية أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، موقع مصراوي انفرد عن طريق زميلنا محمد صلاح بنشر أسعار الشرائح الجديدة اللي هتكون بداية من شهر يناير الجاري حتى 30 يونيو 2024. ومش بس كده، في نهاية العرض اللي هنعرضه على حضراتكم بخصوص هذه الشرائح هنعرض رد المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء بخصوص هذه الزيادات اللي المواقع واللي انفرد بنشرها موقع مصراوي. بداية هنبتدي بأسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة، وزي ما قلنا احنا انفردنا بنشرها امبارح عن طريق زميلنا محمد صلاح مسؤول ملف الكهرباء. انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من وضع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة بعد زيادتها خلال الفترة من يناير 2024 حتى 30 يونيو 2024. قيمة الزيادة بتشمل المنزلي والتجاري مع توضيح الفارق في كل شريحة بين الأسعار السابقة والأسعار الجديدة. أولا هنبدأ بأسعار شرائح الاستهلاك المنزلي، وده يعتبر أول تحريك للأسعار منذ 18 شهرا. أول حاجة الشريحة الأولى اللي هي بتبتدي من 0 حتى 50 كيلو وات، السعر القديم كان 48 قرشا، السعر الجديد أصبح 58 كرشن. الشريحة الثانية هي بتبتدي من 51 حتى 100 كيلو وات، والسعر القديم كان 58 قرش، السعر الجديد أصبح 68 كرشن. وجاءت أسعار شرائح المستهلك بالنسبة اللي بتبدأ من 101 حتى 1000 كيلو وات على النحو التالي. الشريحة الثالثة بدأت من صفر تبدأ من صفر حتى 200 كيلو وات، والسعر القديم كان 77 كرشن، السعر الجديد أصبح 83 كرشن. الشريحة الرابعة بتبتدي من 201 لحد 350 كيلو وات، السعر القديم كان 106 قروش، السعر الجديد أصبح 125 كرشن. الشريحة الخامسة بتبتدي من 351 ل 650 كيلو وات، السعر القديم كان 128 كرشن، السعر الجديد أصبح 140 كرشن. وجاءت أسعار شرائح المستهلك لأكثر من 650 كيلو وات على النحو التالي. الشريحة السادسة اللي بتبتدي من 0 حتى 1000 كيلو وات، السعر القديم كان 128 كرشن، السعر الجديد أصبح 150 كرشن. وجاءت أسعار شرائح المستهلك لأكثر من 1000 كيلو وات على النحو التالي. الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات، السعر القديم كان 145 كرشن، السعر الجديد أصبح 165 كرشن. ثانيا أسعار شرائح الكهرباء للمحلات التجارية. احنا كده عرضنا على حضراتكم المنزلي وقلنا الفرق بين القديم والجديد، ودلوقتي هنعرض أسعار شرائح الكهرباء بالنسبة للمحلات التجارية. الشريحة الأولى بتبتدي من صفر ل 100 كيلو وات، والسعر القديم كان 65 كرشن، أصبح السعر الجديد 65 كرشن. الشريحة الثانية يستمر زي ما هو 65 ل 65، مفيش فرق هنا بالنسبة للشريحة من 0 ل 100 كيلو وات. طب الشريحة الثانية اللي هي بتبتدي من 101 ل 250 كيلو وات، السعر القديم كان 120 كرشن، أصبح السعر الجديد 136 كرشن. الشريحة الثالثة من 0 ل 250 كيلو وات، السعر القديم كان 140 كرشن، أصبح السعر الجديد 150 كرشن. الشريحة الرابعة بتبتدي من 601 حتى 1000 كيلو وات، السعر القديم كان 105
150 قرشا، السعر الجديد أصبح 165 قرشا. الشريحة الخامسة من صفر الأكثر من 1000 كيلو وات، السعر القديم كان 160 قرشا، السعر الجديد أصبح 180 قرشا. بس ده بالنسبة للشرائح، بالنسبة للمنزلي والتجاري، عرضنا الفرق ما بين الشرائح في أسعارها الجديدة وأسعارها القديمة زي ما انفرض موقع مصراوي ونشرها عن طريق زميلنا محمد صلاح زي ما قلنا. وده كان فيه رد عليه من المستشار محمد الحمصاني اللي هو متحدث مجلس الوزراء، طلع وقال في تصريحات تلفزيونية كل ما تردد بشأن تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة خلال تصريحات تلفزيونية قالها امبارح بالليل، إنه لم يصدر بيان رسمي من جانب وزارة الكهرباء بهذا الشأن، ويمكن التأكد من الوزارة. مش بس كده، قال إذا كان سيتم إقرار أي زيادة سيتم إعلانها من قبل الوزارة، وأكد أنه تم تأجيل زيادة الكهرباء قبل كده زي ما احنا عارفين 3 مرات، وإذا تم تطبيق الزيادة فإنه سيتم الإعلان عنها رسميا. وقال خلينا ننتظر صدور بيان رسمي من وزارة الكهرباء، وأنه في حالة صدور أي بيان هيتم إعلانه بطريقة رسمية. ده بالنسبة لأسعار شرائح الكهرباء اللي عرضناها على حضراتكم. طيب بالنسبة لتذاكر المترو، أسعار تذاكر المترو بدأ زيادتها مع أول أيام عام 2024 من جانب وزارة النقل، وتعتبر أول زيادات في السنة دي. جاءت الزيادات الجديدة في أسعار تذاكر المترو الأنفاق كالتالي: ركوب 9 محطات ب6 جنيهات، أصبح دلوقتي كان السعر القديم لو أنت هتركب 9 محطات كان في 5 جنيه في السعر القديم، زاد جنيه بقى أصبح ب6 جنيهات، ده بالنسبة لركوب 9 محطات. ركوب 16 محطة أصبح ب8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، وركوب 23 محطة أصبح ب12 جنيها، وركوب أكتر من 23 محطة أصبح ب15 جنيها. تاني، ركوب 9 محطات بقى ب6 جنيه بدل 5، ركوب 16 محطة بقى ب8 جنيهات بدل 7، ركوب أكتر ركوب 23 محطة بقى ب12 جنيه، وركوب أكتر من 23 محطة أصبح ب15 جنيه. ده بالنسبة لأسعار تذاكر المترو اللي بدأ زيادتها مع بداية هذا العام. ونأتي إلى شركات الاتصالات. شركات الاتصالات أبلغت عملائها إن هو هيتم رفع أسعار خدمات الهاتف المحمول للمكالمات والبيانات بأسعار تتراوح نسبتها ما بين 10% و17%، والمسؤولين أرجعوا هذه الزيادات إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم ونسب التشغيل اللي هي بتتطلب أجبرتهم ان هم يزودوا الاسعار. طبعا بتعمل في السوق المصرية زي ما احنا عارفين 4 شركات محمول، هي اورنج واتصالات ووي وودافون، باجمالي عدد عملاء 104 ملايين عميل. شركة اورنج مصر قالت في رسالة نصية للعملاء انها رفعت قيمة باقات الفواتير الشهرية بنسبة 16%، وسيجري تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارا من شهر فبراير المقبل، مع منح العملاء كمية من البيانات المجانية بمجرد سداد الفواتير. وشركة اتصالات مصر ابلغت عملائها بزيادة الاشتراك الشهري بداية من العام الجديد اللي احنا فيه دلوقتي بنسبة 15%، ورفعت شركة وي اسعار خدماتها بنسب تتراوح بين 10% و15% عبر الرسائل الصوتية المسجلة اللي بعتتها. وأيضا شركة فودافون أخطرت وبتخطر عملائها بقيمة الفواتير الجديدة اللي هتزيد اعتبارا من فبراير المقبل عبر رسائل صوتية مسجلة عند الاتصال بخدمة العملاء. ومسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات قال ان الجهاز وافق على زيادة أسعار الخدمات لأنظمة الفواتير ومسبقة الدفع لارتفاع تكاليف التشغيل. نيجي لشركة وي. شركة وي رفعت الشركة المصرية للاتصالات وي أسعار باقات الإنترنت الأرضي على أن تطبق الزيادة الجديدة في الأسعار بداية من 5 يناير الجاري، مع تصف المواقع الإلكترونية والمواقع التعليمية والخدمات الحكومية مجانا. وزادت باقات الإنترنت الأرضي سعة 1400 جيجا بايت إلى 160 جنيها لا تشمل الضريبة بدلا من 120 جنيها، ويبلغ قيمة الاشتراكات في باقة 200 جيجا بايت 225 جنيها بدلا من 170 جنيها، وباقة 250 جيجا بايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، وباقة 400 جيجا بايت بسعر 400 جيجا بايت بسعر 440 جنيها بدلا من
340 جنيها، وسيصل سعر باقه 600 جيجا الى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه، وباقه 1 تيرا بايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه. وناتي الى اسعار كروت الفكه. كروت الفكه شركه اتصالات اقرت زياده في اسعار كروت الفكه بدايه من يوم الخميس اللي فات، وانظمه الفواتير الشهريه وباقات انترنت المحمول شهدت ايضا زياده، هي الاخرى بنسبه تراوحت بين 10 و15% في بعد زياده اسعار كروت الفكه بنسبه 10%. ولا مساس باسعار كروت الشحن، حيث انه لم تتم زياده اسعار كروت الشحن المحمول سواء من حيث القيمه الماليه او تكلفه الدقيقه. هنعرض على حضراتكم دلوقتي اسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزياده الاخيره زي ما حددتها الشركات الاربعه اللي هي فودافون واتصالات ووي واورنج. كارت فكه 225 دقيقه وميجا بايت لمده يوم واحد بقى بمبلغ 6 جنيهات، ويضاف عليه 10% الزياده الجديده. كارت فكه 450 دقيقه وميجا بايت لمده 7 ايام بمبلغ 11 جنيه ونص، ويضاف عليه نحو 10% اللي هو الزياده الجديده. كارت فكة 625 دقيقة وميجا بايت لمدة 7 أيام بمبلغ 15 جنيه ونص، ويضاف عليه نحو 10% الزيادة الجديدة. كارت فكة 650 دقيقة وميجا بايت لمدة 10 أيام بمبلغ 17 جنيه ونص، ويضاف عليه نحو 10% الزيادة الجديدة. كارت فكة 800 دقيقة وميجا بايت لمدة 14 يوما بمبلغ 21 جنيه ونص، ويضاف عليه نحو 10% الزيادة الجديدة. تم تثبيت أسعار كارت الشحن المصدر لديها بمبلغ 100 عند نفس السعر من الشركة لمزود الخدمة للعميل عند مبلغ 105 جنيهات. ده بالنسبة لأسعار كروت الفكة. طب ده يتزامن مع سؤال برلماني تقدم به النائب السيد شمس الدين إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي عضو مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، وتوجيهه إلى الدكتور عمرو مصطفى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ما تردد بشأن الأسعار اللي هي المرتبطة بالمكالمات التليفونية وخدمات الإنترنت سواء المكالمات أو البيانات. النائب تساءل، قال لماذا يتم اختيار هذا التوقيت تحديدا لزيادة أسعار خدمات المكالمات الهاتفية، وطالب الحكومة بسرعة التدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، وأعلن أنه بيرفض ده بشكل قاطع ويرفض أي زيادات في أسعار المكالمات وخدمات الإنترنت، خصوصا في ظل سوء خدمات جميع شركات المحمول زي ما بيقول النائب سواء في المكالمات أو المكالمات الهاتفية أو في خدمات الإنترنت. النائب قال كمان، كيف تصمت الحكومة عن رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت في هذا الوقت الراهن الذي تشهد فيه الوقت ده اللي بيشهد ارتفاعات في الأعباء المعيشية على المواطن في ظل ارتفاع معدلات التضخم واستمرارها؟ وقال طبعا ده ليس في مصر، ده في كل دول العالم. وقال كمان انه كان من الأولى ان تتدخل الحكومة وتجبر شركات المحمول على انها تحسن من خدماتها سواء في المكالمات او في خدمات الانترنت، وطالب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدم الاستجابة نهائيا لمطالب شركات الاتصالات بزيادة الأسعار. متابعينا عرضنا على حضراتكم كل ما يخص الزيادات اللي تمت في تذاكر المترو، اللي تمت في شرائح استهلاك الكهرباء زي ما انفرض موقع مصراوي ونشرها، وقلنا ايضا رد المستشار محمد الحمصاني اللي هو متحدث الحكومة، وقال ان اي زيادات من جانب وزارة الكهرباء هيتم اعلانها رسميا. وعرضنا على حضراتكم اسعار كروت الشحن واسعار الباقات الانترنت سواء الارضي او المحمول والزيادات اللي تمت فيها، وأي حاجة تتم أو تطرأ في هذا الشأن سواء وزارة الكهرباء أعلنت أسعار الشرائح رسميا أو أي أمر يجد في هذه الأمور سيتم عرضه على حضراتكم مباشرة. شكرا لحضراتكم، كان معكم أحمد السعداوي من صالة تحرير موقع مصراوي.